شنو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندي يا سيدي دعوني شي ناس دعوني على الزنقه. شكون هما هاد الناس اللي راك على الزنقه؟ هو من تمام الدوار. ورجعوا ثاني يا سيدي جابوا لي واحد ثاني الدار انا ساكن فيها 50 سنه ولدت فيها 12 نفس جوج ماتوا 10 باقيين. وجاو قال لي حلف هو تيرحمني راه كلشي في المقعد في المخزن عند المخزن. واليوم ثاني تجاوني واليوم نطلب السلطه ونطلب جلاله الملك وقفوا معنا وشي محسنين وقفوا معنا. خرجي جاب لي واحد قال لي قول هذه دار با ما عنديش سكنان في بيت. هو اللي عطاني الدار كان نشد مع الغلب الربع واخذ واحد مرة ولد مع اربعه البنات قال لي نعطيك البنت قلت له وديني مع تفزكم قال لي هاد الدار تسكن فعلا عطاني الدار راحت مرا هنا راحت انا وياها ما نعرفوا شاريها ما نعرفوا سارقها ما نعرفوا اجير. تجابوا لي واحد قال لي هذه دار با محكمة بغى يخرجني وبغى باقي دوك راه داز حكمه راه ما صور والو في القضية الأولى. بعد ثلاث نعجات واليوم بقى عندي أنا ما نبيع ما نشري. دابا هو جاب لي واحد بغى قال لي تعال دار باك. وهاد السيد أنا ما عمرني شفتو أنا ساكن 50 سنة هنا. واليوم سيدي جود جودكم. أنتم شفتو الحالة كي دايرة. واللي عطى الله هو هذا. كنطلب بالحق ديالي هاد الناس بغى يرحلوني فين مشينا. يلاه تغربت عليكم قلت لكم تجوا تصلحوا عليا واني ما جاتني هذه القضيه ما تغربت عليكمش. يلاه جاتني واحد الطفله من الدار البيضاء قالت لك اودي راه كاين شي ناس كيتعاونوا مع الناس محسنين حتى دوكا الا كانوا شي محسنين نجيبهم ويصلحوا لينا. واللي عطى الله هو هذا حتى شي الحاله الرجال شتي كل شيء ما نقول لك والو. ايوا دابا اللي عطى الله هو هذا. هاد الناس كنطلب الله والمسؤولين والمحسنين يعاونونا. هو جاب العون القضائي مشيت درت انا محامي قال لك محامي نخرجوا الخبير قلت اودي واحد يقول دخلتي ب 40 واحد يقول دخلتي ب 50 واحد يقول دخلتي ب 60 جا من اللي بغى نخلصه وقال لي هو اللي داعي يخلص جاب ب 400 عرض حتى شي الحكم ديالها شتيه. ايوا ثاني من المسؤول في الطريق هو جانا ثاني بغى يرحلنا بغى يخرجنا من الدار. جاب واحد قلت دخل على طفله حامله راه مجبوله في البشان ما حاضرين احنا كاع الناس واحد جوج نعيجات والمره مشات عند واحد المره قعدوس حتى جا قال لك سيدي هذا اللي قال لي قال لي راه دخلوا يصور دخلوا المراه هنا الخيمه واللي عطى الله هو هذا. اش غادي نقولوا ما بيدنا ما نقولوا ما جهدناش خوان خو البلاد ونشربوا الدوله واش غندير طلبوا من الله مسؤولين وجلاله الملك وقف معنا ولا كان شي محسنين وقفوا معنا.